عليك يا وزرنا ليك. السلام عليكم. واللي عينه خضرا راس عبت الضرا يا واش افهمتوا الودوانا ولا نقول لكم انا الودوانا ولا كشفت الفنانة نجاة عتابو قبل قليل من يومه لاحظ عن طلاقها من زوجها مراد حدري والذي تكلف منذ سنوات بإدارة أعمالها بعد الارتباط بها. قرار الانفصال جاء بعد تفكير عميق. أوراق أواي جيبي جيبي لي ناشي شريبة أويري أواي أي ولا حيلة وينا فنة. شاورما كرمه او تخو سيرفيس خويا العزيز طلبنا واحد شاورما بلا واحد جوج فلافل بصح وصلتنا غا بقلاوه ما يمكنش كيفاش ما يمكنش تم صيفطنا نحليو حنا باقي حتى ما تغدينا كاع بغا يكون سيدي غير ليفرو غلط ولا شي حاجه انا نتصل بيه ونرد عليكم ان شاء الله. شوف شوف الله يرضي عليك شوف خويا الساقطة أهلا أحمد عاش تما تا فين هي الكوموند ديال الناس ترى واحد الماتش ديال مان يونايتد ومان سيتي ترى جوعنا صاحبي واحد الضربة ب 2600 درهم حنا عاسين عليها والكوموند ديال الناس غيجيب لهم موقع وان اكس بيت ولا شنو راه خليت لهم بقلاوة شنو بغاو جيتيني فاصة اكذب علينا زعما ولا قول شي حاجة جيتيني من الاخر والسالير اللي كتعطيوني قلت مع راسي نضربو في ماتش ونجلس نحتفل والكوموند جات في الطريق من حقك الموطور هو انا نخلي لك عند مول القهوة تدوزوا تاخذوه الله يرحم لك الوالدين استغلاليين خلي الحاجات بجوجيا والفول خروجيا سيداتي انساتي سادتي غادي نفتتحوا الحلقه هذه بواحد السطر عنده علاقه بالموضوع. انتقل فيها المغرب من مشروع دوله اسلاميه الى مشروع دوله ليبراليه ديمقراطيه اجتماعيه وتهضر صاحبي مع الناس راه كتنسى سبحان الله خوتي في البوليس وما يدوزوني شام من بعد التعديلات اللي خدام عليها اللجنه مدونه الاسره الناس تقسمات على جوج كيقولوا العيالات يا كبان العربون كثرات الهضره واللي عينه خضره مسكين اللي عينه خضره جاوبوا من الرجاله وقالوا الله مزه ولا جوج القهره بنادم عنده غير سونطرو وخايف عليها انا راه المراه معدا ما تورث مني عديها موطور حمر ولكن اللي غادي يتعدل بصح في المدونه كالاتي طلب ديال الولايه الشرعيه وغادي يتم اعطاء الحق ديال المراه في الولايه الشرعيه في التعديل المقبل الولايه الشرعيه كذلك القضيه ديال الزواج القصيره سيتم منع الاذن بالزواج للبنت 16 و17 منع الزواج القاصرات بيان سور زياده ايضا على مستوى المنظومه ديال الارث ليس الغاء النص ديال للذكر مثل حظ الانثيين بل ان تصبح لها حقوق على مستوى الوصيه وعلى مستوى التعصيب ومن بعد ما ولات المراه هي كتطلق طلاق الشقاق زادت نسبة الطلاق سبحان الله بعد ما ولات العصمة في يد المرأة طلاق للشقاق اللي رفع ساهم في نسبة ديال الطلاق ايوا سيدي شنو داروا كحل غادي يولي واحد الخبير اللي كيدير بحث وكيدير المحكمة باش هي من بعد كتخرج بالحكم غادي يكون واحد المساعد الاجتماعي اللي كيمكن له يقوم مقام ديال الخبير اللي كيقدم واحد البحث اجتماعي اسري نفسي للهيئة القضائية زيد على ذلك التعديد او التعدد الزوجات اللي طالبات بعض الجمعيات او الاحزاب انه ما يبقاش نهائيا او انه تشد يزيروا الصمت شويه انا مسلم وماشي فقيه ولكن مسلم غدوه صاحبي خذ راحتك دوله ليبراليه مارتين غاديتي تعدد موجود في النص القراني طيب ولكن كنعرفوا بانه صبحت الوضعيه صعبه ورجعت اللور حنا كنقولوا نشددوا ولهذا مدونه الاسره اليوم خاص كذلك التعدد ما يبقاش يعني باختصار كما كيوقع شي مشكل جديد ما بين الازواج كينوضوا يقلبوا ليه على حل وهكا كينوضوا يبعدوا على الدين كل مشكل كيوقع لنا كنقلبوا له على السلوك اللي يليق به وحنا كنبعدوا على الدين ديالنا اذا شنو هما هاد المشاكل الجديده اللي بسببها ولينا كنخيطوا ونرقعوا في المدونه كاي زواج يلاه بعدي كيبدا بحب وبقناعه كنزول لايفنا كان عنده حاجاكم حمار اللي لقيتو قدامي ركب معاه تريبورتو مشكله ما خليت على ما ركبتها راه ما كانتش هكا راه كانت غير قيقه وتهدنا شويه ودخلوا في الديتاي عاودوا لينا على البدايات ربحتني بالتيد هو التيد السي حميد راه كيلقاو فيه الدب ماشي القصدير
درنا كغيطنا على سنة الله ورسوله ودرنا عرس مفردك قابل عليه بحمارو كان عنده حشاكم حمار وداروا عرس مفردك ودرنا عرس مفردك وكل شيء زي العسل غير كيطولوا شويه ما قابلني ولك ما حد حد علي لاقينا قول علي لاقينا زعما تخطيتي الواد ونشفرج لي لاش خطيت الواد زعما قايله كتحسبي راسك انت اللي كاينه وانت اللي كاين باش تعرفوا انه ولات مشاكل جديده في الزواج هي ملي تشوفوا المراه لابسه الصنداله ديال الراجل والراجل لابس البلغه ديال مراته امي دادا سكرت قاده امي دادا جات لامي ما امي دادا بغات شريبه امي دادا بقات يديروا عيالاتهم جيه بقات يديروا رجال عيالاتهم شنو دايره داير اخويا المراه واخا توفر ليها كلشي كتبقى ديما تشكي عليه ماشي حيت عزيزي على البلغه ديالها ولكن حيت المراه كتبغي الاهتمام متعطشه للاهتمام فهمتيني المراه كتبغي في العلاقه هذيك الانه كتبغي تكون هي مركز الدار شنو داير داير كتمشي تلاقى لي الرجال وما كتجيش كاع بعشيه كتحالني انا مريضه يا مالي انا غديري لي طوال غتعطيني لا تكون حدايا مريضه وما ولا كنتي مريضه اش غندير لك انايا يا ويلي اش غندير غير تطوطي تما عشان القيل انا قاعد حداك جنابي طابو دابا بدينا كنفهموا شويه الراجل حتى هو ما كيبغيش يبقى جالس في الدار حتى كيطيبوا ليه جنابو جنابي طابو والمراه حتى هي كتبغيه يبقى معها يعطيها شويه الاهتمام فالمراه كتقول انا غادي نخرج كيف ما هو تيخرج والراجل ما كيبغيش مراته تخرج كيف ما هو كيخرج ماشي حيت تخرج ليه بصندالته لا ولكن حيت حتى هي غتخضر عينيها ولي عينو خضراء وكاينو صداع شنو غدير شنو غدير غتبعد مني نبعد منك غتعطيني فلوسي دياش فلوس خدام معاه نعطيك انا السقم هادي 3 سنين وانا خدام معاه كتخلص انا كنتخلص انا عايش معاك بعيش كلشي بعيش كلشي بعيش علاش انا لا علاش انا لا جبتي ناضحه وانت ليش ناضحه وهنا سيدي غيولي خاصنا قانون ديال تقسيم السدادر قانون ديال فريق الصنادل ندخل عليا باش نحبس كاع تخرج عليا خرج جيب عليا على الهضره شنو حوايجك جيب حوايجك شنو حوايجك باقي خدامك ليك الغير وغتعطيني فلوس والله لاشتها ومن بعد المشكل كيتنشر وكيوصل للراي العام وكيولي كل واحد كيجر من جهته راه غتصور لي انا وياك دوزين تصورنا صح شوف قلبي كطريقة لتبسيط الأمور اليوم غادي ناخدو جوج حالات الحالة الأولى الراجل هو اللي فيها طاغي والحالة الثانية المرأة هي اللي فيها طاغية باش نديرو تحليل شامل لعقلية المرأة وعقلية الراجل والمجتمع اللي هما عايشين فيه حصة ديال الفلسفة حتى نوصلو للسبب اللي غيخلي المرأة والراجل يتبادلو بالصنادل صغيبين أنا ما عندك شهود ورأسها مشدودة دابا غادي نشوفوا الحاله الاولى اللي كيكون فيها الراجل هو اللي حاكم هو اللي طاغي صفيا 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 اجي كتعيط لي فحال بيناتهم الجبال يبان لي الفيستا ديالي غنخرج صفيا صفيا شنو هاد الشيء صفيا شنو هاد الشيء شنو شخاك طروه هذا ولا شنو صفيا خارجه من البرمه من اسباب تعديل المدونه هاد الزرات هات الزرادي كتبخر الدار بريحه المرقه وجافيل وفيها جيب ايه فيها جيب وجيب عنده سنسله ايه فيه سنسله واشنو فيه هاد الجيب اللي فيه السنسله فيه الساروت ديال الماريو يبان لي الفيستا ديالي غنخرج اباك ديما خارج عندي شغال عندي شغال ديما انت خارج في الصباح خارج في السجا خارج صفيا راه مسكين بغى ينسى شويه هذا المنظر هذا راه من حقه شبي لي قرع يسكر انت كاع شبدي تبان لي زوينه سيري جيبي الفيستا انت من هذيك تمشي بحالك دار فيها الغيس واش انا مالك هاي انا مخبناها وحاطاها ها كنت شوفي العيالات كي دايرين طلقي البصر راسي حز ما وسطا فحال كتخدم الدور صفر برا كنت شوفي العيالات كي دايرين نعم 20 يوم سير عليا سير زيدي 20 اخرى ورجع ليا برا عرفتوش خاك فين كان كيدوش
ديريني ميشو ما تعجبيني شا. بقى ضحك تمايا، عرفتي الدوش ديال الغيث في مولاي يعقوب شحال ساوي؟ انا عييت ما عرف فين عايشين نتوما. شوف اسي شوف ولدي شوف ولدي شوف ولدك شوف ولدك ما كاين سيدي لا باغي تبدلني ما كاينش لا عييت مني اه نتفرقوا خوت. ها انا بغا دير لي الطلاق اتفاقي وهو عارف راسو خاسر في الطلاق اتفاقي فغادي يدير ليها عامره في خاويه. ما مهريات براسك هند راسك ما تدوريش براسك ما تتفكري راسك لا بالماء ولا بالحوايج ولا باي حاجه. ما المهم انا ما بقيتش صالح. الشقه عندنا والتخمام في المغرب ماشي بحال برا. برا كيخملوا غير بلاسبيراتور وكيسلقوا لي بات في الغداء. كاينه هذه غري. حنا عندنا في التخمام سدادر الزرابي والخميات كبار بحال شي قفطان والما عن سميتهم كسكاس البورما والغدا فيه المرقه صفراء. داكشي علاش المراه كتولي بحال الزربيه ديال الشرويط. شعرها عامر خاملها ورجليها قصاح وبالحفه وجافيل كتولي مسكينه بحال ديك البخوشه ديال البروده كتقلب غا على الظل. الحمام هادي 20 يوم باش مشيتو 20 يوم ياك عاد مشيتو غير 20 يوم عندك يسمعوك 20 يوم بزاف عندك يسمعوك 20 يوم. صديقي المتفرش هادو الحوايج ديال واحد مسافر وهادو الحوايج ديال وحده غادا غير للحمام. المراه كتمشي للحمام باش تعالج باش تنسى واش هما غاجاو داروا في الحمام ديال العيالات طيابه ديال الحمام. كتلقى وحده كتحك ومن بعد كتخرج تقلب مسمنه وتعاود تدخل وتحك. اش غادي نديروا في هذا الشيء؟ صافي مسي مشكل عاد حنا الرجاله عندنا في الحمام غير كسان كيحك ليك وكيحسب لك الحبوب. هكا العيالات تيديروا ناس مهريه براسهم الجلالب والشعور مدليا والتليفونات في اليد وهذا. هنا كيوصف لها شي بياسه شي بياسه اللي شافها في الزنقه. ما تقولش ليا انت يا ديما قاعده لي بدوك تشير خارج لك من هنايا انت راكي تدخل عيني ولادي. اسي حميد راه غير الخمله ديال الشقه هذيك الله يهديك. دابا غتخرج؟ غنخرج انا ياك عاد صوتي باه. لا ما عندي لا معطيشه لا شويه معدنوس. اويلي 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 معطيشه ومعدنوس ويلي عطيني باش نحسن نواضري ونشري الصباغه ديال الشهر قزبور ومعدنوس. عطي عطي داك الصرف اللي شاطلك من عند السربي عطيه. ها راه جا تقول هادي هي. ها نشوف 10 دراهم اش بغيتي انت هي اللي باغي المعطيشه وقزبور معدنوس. حلي عليك تعال نواضر تعال على حالك. ها هادي تشدي هذه. ها نسمع ليا براسها وكل نهار حمام وكل نهار دايره براسها ومفكره راسها وانت دايره لي بحال شي خوخو بلع. انا الصراحه بغيت نضامن مع صفيه ولكن راه ما كاينش الامال والو زعما والو حتى الكشكوشه ما كايناش. ودانتك ورجع يا حميد راه ندير عرس جديد مهمتك. اللي خفنا منه ايوا كده يا وديع. تبع السي حميد تبع تبع سي محمد. نعم امي انا اضلي افرق من صرو. انت فين كنتي مخبي يا سي محمد؟ راه امك ما دوشاتش 20 يوم هادي. انا اضلي افرق من صرو ايه ودابا انا طلعت من الباب وهذيك جاري تحت مني عندها اختها ضيفه من طاليان. اختها كان عند جد صغير وانا تنشوفو ما هوش راه الدار كان حيدي طلعو في الكراج شتو طلع السطح وتبعها. وهذه السيمانة امي هو كيطلع السطح. اي اخيرا فهمت يا وديع. سيمانة هو كيطلع السطح. وهذه السيمانة امي هو كيطلع السطح. وفين كنتي انت سي محمد؟ انت اولى بها بنت جاية من طاليان. هي عندها اختها ضيفة من طاليان. قضية فيها وريقات. وكنقول علاش الوالد ولادي ما كيطلع السطح كيريح فيه. وتشوفو فين مشى؟ هاكم مشى للسطح. لا 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 شفت الخاتم وعجبني تمني تيكون قيمتي. شنو هاد المشية؟ شنو هاد المشية سي محمد؟ شنو هاد المشية؟ امك كتمشى على الغيس وانت دايرنا تنت الديفيلي. اول نظرة جلبني بغيت نشوف واش قدي. ويلي خونا عاد وصل السطح ساكنين في التوين. كاميرامان كاين هجم مسكين. ايوا شادو لي كان ولا قبور هاد. شنو بغيت نسولك؟ نعم سيدي. لا سيدي ما نجوجاش.
اول واحد كيزلل في السطح. انا بغيت نتجول على طاعة الله ورسوله. اي واحد معنا باغي يبدل السويكلاص. نتجول على طاعة الله ورسوله، على سنة الله ورسوله. راه هي في السراء والضراء، راه هي في المرض وفي الصحة، راه ماشي هي تمشي لافيرا يتقلب على بياسة جديدة. ندير معاك وليدي لا بغى الله على طاعة الله. ومرتك راه مثلا ما صحاش جاتنا هنايا معفونة وخانزة وما تطلش براسها. ايوا يا سيدي شحال كبكم؟ مش عارف كاميرا مان تيصوت لينا في ودنينا. الا كان فيك المعقوله شريف ربي حلال عليك المعقول الزواج ما تناوت ولا معقول تخمم كاين شي معقول اكثر من انه يظلل عليك في السطح. هو بشرط عندي شروط ديالي غادي توفرهم لي. انت دابا عندك المراه وعندك الاولاد وخصني نضمن حقوقي. ضمني انا ما غنجيش نتزوج شي براه غادي تكون بوحدها. تزوج وعندك ولادك قلتي لي شهريه خاصه بلا المصروف اللي كتعطي، ودير لي داري بوحديتي ودير لي السياره الا كان في الاطلاق. طلق على رمانه وبرطال. طلق طلق والباب الباب الباب اليوم مين باتش في الدار؟ شكون؟ غير انا ولا هو؟ بواف داك السيد هومي الوالد. مالو؟ كاين مشكل في توزيع الادوار. قلت لك راه هذه السيمانه ما كيطلع للسطح. ايوا طلع عادي. لقيتو مع الزهره. ماشي شي زهره، زهره. اه ويلي. هي غير باهته. لقيتو جالسين كيتذاكر هو وياها وكيقول لها غندير لك الطونوبيل وغندير لك الدار. وانت جالس عليك الخانزه والمعفونه. ويلي ويلي هاد شدك الرادار غربي استر حميد. واش هاد الحركه هادي عاديه فاس ولا شنو؟ اوليدي ما تقولش هاد الهضره. والله القاسم الا قال لك انت معفونه وقال لها انا دابا غنهود عندها وغنبدا نقول عليها انا معفونه. انت قال لك معفونه. لك هادي غير 20 يوم باش دوقوش. مشكله هذا 20 يوم والله حتى مشكله. انا زعما كنقول وين الطوموبيل والسوالف. انا ما نقصدش بالشامبو، انت دير غير تويدا. تويدا تويدا هي التصغير ديال التيد، بحال مثلا اومو ويمو. هو من حبلو ما يمشي عند الزهره. كندير غير تيد انايا، علاش كنقول انا نحاول عليه؟ تيد كتغسلي في جوانط. معذرك كتعيط لي المعفونه. بالحق مشيتي مع ديك خد ديك الصنكوطه ديال ديك اللي رجعت عند خوتها الموبل، تعرف كتمشي تصبين تبعتها. وسوقك. من الاخر. هاد الصنكوط هذا. انا غندي غندي لك. وا سمعي عزيم واش شوفي تسكن؟ انا ما نعيش معاك انت بهذه الحاله هكا جبدو مليح. ما يطلقهاش الله يلعبوك انت وياه. هذا ما غنطي ما غطلقهاش. الله يلعبوك انت وياه. ما غايش هاسي يشوف واش انت وياه. انا هي كاين الدار فين غتسكن سي محمد؟ دخل سوق راسك، دخل سوق راسك. ضيعتي عليك الهوجه راه ربك داز له. مالك اش بغيتي الدريه؟ سيمانه سيمانه هي كتعطنشو ديك الساعه. صيفط لها ميساج، صيفط لها ميساج من لاكين ديال القبور. بوك فيها النهضه. شوف يا لالي راه دار هاد بصح. شوف لا لا يلعبوا كاع بصح. ما تنساش عييتك راه ما غلقتيها. خارج عليا والله وجدتيها تنقتلها. خرجي ما غلقتيها والله. على قتلتها عجبتك داك الشعيب راه تندق. انا لا ها والله تندقها. ما قنعتيناش. الميساجات اللي كتوصل لنا بيديك فيهم سوء تفاهم، فيهم قلة النية. انا لقيت ضحكة كيفاش. لا فيها النهضه. والله ما كاين لا موت لا والو. خرجي عليا. لا ما نخرجش. ما تخرجيش. لا ما نخرجش. ما تخرجيش. غادي يوقفوا قدام القاضي غايقول لهم مالكم؟ غايقول لها سيدي هاد المراه هادي ما كدوش حتى ل 20 يوم 20 يوم. غايقول لك سيدي صبر خاصنا تعديل في مدونه هاد القضيه ديال 20 يوم ديال الدو. حيت هذا ما غايتزوج. اه قلتها بطايطه. طايطه غاتزوج عليا. اه يا كنت تقول لي عمري ما نفرقك. لا نفرقك. الزواج خلاه الله والنبي. وخاطر هي ها كسيني وصبطني. اش غنقد بك؟ انا كنقول لك انت ما صالحاش وتجي تقد بك. وصلت له عقلي. تيغسكو تا صاحبي. هنا كنلاحظوا ان حميد كيستغل الدين باش يدير التعديد ونسى انه راه كاينه شروط ديال التعديد. الزواج خلاه الله والنبي. وبغى يدير عمره في خاويه لصفيه، ولكن صفيه سكتنا صاحبي. تمالك اصاحبي السيد جينا كاع شكون بغا نقولوا؟ لا بقيت انا غنقول صح. شوفيها اذا شفتيها ما تنعسيش كاع ولا تقتل لي راسك. زينة هكا تديرو صح. هذا هو الاواخر فتح الخواطر. واش عجبك الحال هادشي اللي درتي؟ امي واش باقي شي واحد كيدير هاد الفواطه هذه؟ امي واش باقي شي واحد كيخرج هاد الشعر من هنا؟ دايرين في السيناريو ديال القصه بانه ولده، ولكن في التمثيل كيمثل باللي راه جارتها. وراكي بهدلتي براسك
يا نهار هو غيمشي يجي باش غدير ها الدار درتها يا الدار مرحبا 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 بي درت لك بنيتي على الباب الباب صاحبي الباب الباب شنو درت لك بنيتي ما حشمتيش صدمتيني وشويتيني الكبتي سكتي عليا دابا زاوية نغزاله ولكن هذه الحاله فين كاينه هذه المراه وهذاك الولد ما نعيش معاه يا طنكي هذه غتمشي بحالها والله ما تنقتلك والله ربيتي يمك عند المخارك انت اللي غتربى المخارك ديال المراه انا ما مرفوناش انت معفونه يا ناس طح الخواطر انا شايفش عليك المراه شمني شاب منكم معاود شريك الخواطر قلت لك راك يا خانزه تفرديك الخواطر انا مشاكل مع الماليه ديالي انا نهار الاول قلت جرامت المشكل ما نشوفوش بعيني وما نسمعوش بودني هذا المشكل في الضيعه تجيبني الدار يلا حميد يلا يلا البراتيك 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 ان شاء الله ما نخرجوش راك انت اللي ما عجبنيش انا بغيت تخرج انا انت اللي غتخرج نعربو كاع يلا دوز 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 شوف خرج غير الولد وخليه امه الدري ما خدامش ما يطير على البياس قبل بويه ما يدوينيش هان وانت قالت عليك الخانزه ما المعفونه ليش صالح غنمشي خرج عليا ما غنمشي واش خرج عليا خرج عليا خير يا عم حرام تهنيت من دوك المحمير ديك حد قنقم خليها تلع هاكي مثل هاكي مثل وانتم اعطوني الفرديه ندير غرضي دي ويا دابا غادي نشوفوا ملي المراه هي اللي كتكون طاغيه اشنو كيوقع اشنو المشاكل اللي غيتولدوا لينا ناري 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 باديه بغسيل الموان ويلي ويلي قاد شدك الرادر غربي استر حميد هذه الحضاره اويلي اويلي غسيل الموان اويلي 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 شتو الشقا عندنا حنا كيبهدل بنادم شو الطاقيه شو ما تعرفها طاقيه ما تعرفها فاطمه بحال مهرس من راسه اللي غلب المراه على الراجل عييت نقتل عييت نهضر عييت ودانتك ورجع حميد راه ندير على الجديد مهمتك محمود درتي جميل من حميد ولا محمود صغراتو فحال تويدا انا غنغسل الشامبو انت دير غير تويدا عندك تغسل الماء من الجاردين لا درتو راك شحال مره تخدم عليا سميتو اوني تغسل به الماء كيرا داركم كيحتافظوا بالقرعه ديال الكوفيتير وهي خاويه ما عمرك تخبيها غور ديالك ولا الفورماج ديالك في الثلاجه مين واش دار اخويا عبد الجبار ما تبدا تغسل حتى تخوي الشبكه انا خويا غسل يدك من جافيل ويلي خاصك تخوي الشبكه وتغسل يديك من جافيل محمد تسحب لك غاجي وكون مرا خوي الشبكه يا راس طاره انا كنطالب انهم يزيدوا في المدونه كتعديل ان الراجل يدوزوا ليه ستاج قبل الزواج يدوزوا ليه ستاج في الشقه ياك المرضي قبل ما يعطيوه رخصه ديال الزواج بحال بيرمي باش يكون عارف الزواج شنو هو ماشي غاجي وغطس رد بالك راني خاصوريا مقطوعه تحبسات عليه كترنا كتخافنا كتحشم صافي نتي سمعوا صافي الله يرحم الوالدين كتخافنا كتحشم يرحم الوالدين يلا بسرعه باش غتسيق الدار واه يلا بسرعه واه دخل عندي صافي راه ما يتهنيت مني تفو بالسيف ما تيقولوا للمراه كوزينتك شوفوا الراجل كيجي في الكوزينه فحال داك العكار اللي كيلحس الملاعق بالليل انا لو لقيت شي وقيته نخلط عليك اخويا شي شوية عندي شي شغيل في الدار جو عندنا شي ديار وتنسالي ونخلط عليك في الحجر الصحي اللي داز ديال كورونا في 2020 كانوا زدوا القهوة والرجال تسطاو انا بغيت القهوه انا بغيت القهوه تحل ولاو كيحسوا بالنقص نقص عميق فهمتيني بغيت انا القهوه تحل وصافي القهوه بالنسبه للراجل هي لحظات صغيره من الحريه انا ما عندي الغرض حتى شي لعبه انايا في هذه الحياه هذه القهوه الله يجعل البركه الراجل كيتعالج في القهوه والمراه كتعالج في الحمام مان كتسمع هضره في التليفون تنبغي تحتي لكم أتغني وشنو كتغني؟ عايزة مغني كنغني ديك الغنية ديال شي فورك أحلي ما ودا ولولادي يا الله سالي باش تسيق الدار فيها واحد النساء
نسيق. يلا عاود هاد اللقطه هادي عاود. هذه الصوره اللي غتكون في الغلاف ديال المدونه في 2030. دابا غادي تدخل لهنا تحل الباب في الباركو باش تدخل عندي الهواء باركو ودير تسيد وجافير وتهرب الدار. واه المره ملي كتغسل الموال بجافيل وكتسيق بجافيل علاش غدوش كل يومين؟ خليني نسولطا مع صحاباتك في الواتساب. صافي سونطراي. كتسمعني محمود؟ الطواليطات هما تسيد وجافير. واه يلا بسرعه راه غتقاضي بجافير غتقاضي. فاش كان هو خدام وانا ما كنتش خدامه كان تا يهضر مع العيالات ويمشي للقهاوي يمشي للسينمات ويمشي المرا بغات دير فحال الراجل حيت ما تيجلسش معاه في الدار وما تيخرجش معاه ونهار تيخرجوا كيلصقوا فيهم الاولاد فكتولي الخرجه ثقيله عليه بحال خارجين يسرحوا ونهار المرا كتخرج مع راجلها كدير جيت زرابي ولا جيت البلاستيك بخمسة دراهم والراجل نهار تيخرج مراته كيدير المحلابه قدامك القهوه راه كاينين القهوات عائليه وخوي عليها كيف ما كتخوي على صحابك في القهوه وحتى انت هي قولي لي غادي نخلص عليك اليوم القهوه في شي ماتش ديال المنتخب وبقاو تسناو المدونه تحل لكم المشاكل ديالكم. يلا 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 نشف يا محروم اللحم. محروق اللحم بقا تهضر عليا ما تدخلنيش. واخ الزوافريه راه كيسيقوا الدار فحال هكا ملي كتكون غادي تشوفهم الوالده اولا ملي كيكون عندهم شي استقبال رئاسي. فاش تبغي تخمن تتفتح الشرجم باش داك الغبران داك الميكرو يمشي عليا نخلع. واش الشرجم مصدود وانت كتدخل عليا الميكرو؟ يلا دوز هاك السكه يلا بدا من تما يلا بسرعه اجي معايا الكوزينه زيد قدامي الكوزينه هادشي كلشي الحلبه والصابون والملي. كتسمعني؟ صح. ما تقوليش واخا ودي داك الشغل مدبدب. لا كاين هادشي. لا كاينه كلمها. يلا باش عارف تحيد الثلاجه خويا وتنظفها بالخل والليمون. نتخاطروا باش ما بغيتو الى اول مره غيعرف باللي الثلاجه كتمسح بالخل. دابا غندوز تنعس انا غندخل بيت النعاس ديالي ما نسمعكش طنب التلفازه ما نسمعكش قزر التليفون. لا. انا غندخل بيت النعاس ديالي. وانت غتمشي تفرش في الارض يا راجل قدامي نشعلوا التلفازه وغير نقصوا ما تبقوش ما تشعلهاش في واحد فيلم نتبعوه ما تفرش. هنا فين هنا غنبقى نعس هنا. لا ما تفرش فوق سداري ويلي نعس في الارض بروده. علاش البروده؟ البروده وانت مرقد في جافيل وباغي تنعس فوق سدادر. تحت نعس نعس شتو علاش ما بغاتوش ينعس فوق سداد؟ شتو الفراكح؟ ويلي مازال ناعس ويلي قلت له غادي تنظف لي الكوزينه باقي ناعس. محمود ويلي باقي ناعس علاش ما فقتيش تنظف الكوزينه؟ ضربت التمر البارح وصبحت عيان. نعم ضربت التمر البارح وصبحت عيان. النهار كامل وانت عليه بجافيل جافيل حتى طارت البوشومه. خرج حلبه. هنا سيدتي انساتي كنتعلموا وكنستافدوا ان المدونه ما عمرها غتقدر تحل المشاكل الزوجيه خاص غير التوازن. حتى واحد فيكم ما بلاصتو الكوزينه وحتى واحد فيكم ما بلاصتو القهوه. هذا راه غير النظام العالمي الجديد اللي خلى لي كوب اللي فكروا بحال هكا باش تفرق الاسره.